احنا معانا الاستاذه هند الضاوي الكاتبه الصحفيه. استاذه هند مساء الخير، ويعني اهلا بيكي طبعا معانا. مساء الخير. مساء الخير بحضرتك استاذه ريهام وكل المشاهدين. اهلا بيكي. قولي لي، كيف تابعتي حديث الرئيس اليوم امام الجمعيه العامه للامم المتحده وحديثه ايضا عن حقوق الانسان والاستراتيجيه الوطنيه التي اطلقتها مصر منذ عده ايام الخاصه بحقوق الانسان؟ يعني حقيقة الكلمة كانت شاملة، تطرقت للعديد من القضايا المحورية التي يواجهها العالم الآن، وخاصة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا أو جائحة كورونا حول العالم، منها تحديات اقتصادية انعكست على كثير من الدول ومنها القارة الإفريقية، وهي الهم الأكبر بالنسبة للدولة المصرية. مصر لديها الكثير من مشاريع التنمية التي تهدف لبناء القارة الإفريقية من جديد وأن تلحق بركاب القارات المتقدمة. تحدث الرئيس أيضا عن سياسة مصر الخارجية ويعني مساعدتها في المنطقة لوقف الحرب، لمواجهة الإرهاب، لمساعدة الدول الشقيقة على استعادة الدولة الوطنية وقوة الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى. تحدث أيضا عن فكرة حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان هي تتطلب استراتيجيات كاملة كالتي عرضتها مصر وقدمتها للعالم، وأن حقوق الإنسان تستهدف الكثير من الخطوات لبناء إنسان قادر على مواجهة تحديات الحياة وينال الحد المتوسط من الحياة الكريمة في المجتمع. فكرة حقوق الإنسان تحديدا لأنها تهم المجتمعات الغربية والدول المتقدمة، مصر ما عرضته في استراتيجياتها الوطنية، مختلف عما تم صياغته في العقود يعني الأخيرة، بأن حقوق الإنسان تم اختزالها في فقرة حرية الرأي والتعبير. ولكن الحقيقة أن مصر يعني قدمت مشروع متكامل، سواء كان من التعليم، الخدمة الصحية، الثقافة، الاقتصاد، وفكرة توفير فرص عمل، فكرة بناء إنسان كامل متكامل مهيأ للحياة ومهيأ أن ينافس في سوق العمل، ليس فقط الداخلي وأيضا الخارجي. وبالتالي كلمة الرئيس يعني كانت كثير منها يلمس الواقع العربي والإقليمي والإفريقي بشكل كبير. تحدث حتى عن فكرة اللقاحات، بأن الدول يعني التي يعني تصنف بأنها دول العالم الثالث من حقها وفقا لما تتحدث عنه حقوق الإنسان أن تنال حقها في فكرة توفير اللقاحات. ما رأيناه من الدول الكبرى لا يمس لحقوق الإنسان بصلة، وبالتالي الرئيس ركز على هذه النقطة، فكرة القضية الفلسطينية والجهود المصرية والعربية المبذولة من أجل استعادة واستئناف الحوار والمفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. هذا الأمر في غاية الأهمية، في النهاية استقرار أو تحقيق يعني قدر من السلام في هذا الملف ينعكس على كل المنطقة بشكل كبير. وبالتالي كما أتحدث أن الرئيس يعني عرض نقاط في غاية الأهمية، أهمها السياسة الخارجية بالنسبة لمصر، ملف حقوق الإنسان، ملف يعني التصدي لتبعات جائحة كورونا على مستوى العالم، فكرة التعاون والشراكات ما بين الدول يعني في العالم الثالث أو الدول النامية والدول الكبرى وتحقيق منفعة مشتركة. يعني كل هذه النقاط في غاية الأهمية، مصر بدأت في تنفيذها بالفعل، وهذا هو الجديد هذه المرة، أننا لا نتحدث عن بنود ويعني كلمات وشعارات رنانة، نحن نتحدث عن وقائع بدأنا أن نحققها على الأرض، سواء كانت الشراكة المصرية الإفريقية، مساعدة الكثير من الدول الإفريقية على تدشين مشاريع التنمية، مساعدة الدول يعني الشرق أوسطية وتحديدا العربية في استعادة قاطرة الإنتاج مرة أخرى. مصر لديها العديد من النماذج تقدمها اليوم للعالم بعد أن مهدت لذلك على عدة محاور عربية وإقليمية وحتى في التعامل مع الدول الكبرى. تابعتي إزاي الجزء الخاص بحديث الرئيس عن حقوق الإنسان ومنظومة حقوق الإنسان في مصر، وأيضا حديثه عن مبادرة حياة كريمة وما تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن؟ أولا الرئيس تحدث عن حقوق الإنسان، المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان. صحيح. بمعنى أنه شرح للعالم الغربي أن منظورك عن حقوق الإنسان ربما لا يتناسب مع الواقع العربي بشكل كبير، وعليك من مبدأ حقوق الإنسان أن تحترم حقوقنا في يعني أن نصيغ الصورة الصحيحة التي تتناسب مع مجتمعاتنا مع عاداتنا. نحن لا نتحدث عن يعني إذا نظرنا حتى لسياسات الدول الكبرى التي دائما يعني تطالبنا بحماية حقوق الإنسان، لا نجد أنها فعلت شيئا
في دول يعني في قضايا اللاجئين او ملف اللاجئين، ملف الحرب، ملف وجدنا الانسحاب من دول، يعني ربما هذا الامر اربك المشهد العالمي وليس فقط الاقليمي سواء كان في اسيا او حتى في الشرق الاوسط. الرئيس تحدث ان مصر بدات من الجذور، بدات تضع يعني بنية تحتية سليمة لفكرة حقوق الإنسان من خلال مشروع حياة كريمة على سبيل المثال. الإنسان الآن حتى تنتظر منه أن يكون له حق الرأي والتعبير السليم الذي يساعد في بناء الدول، عليك أن يعني توفر له سبل البناء السليم، البناء الفكري والثقافي والصحي والعلمي والسياسي الذي يؤهله في النهاية أن يعطي قرار ورأي سليم وتعبير سليم يسهم في بناء المجتمع. هذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. كيف يعني يمكن أن أطلب أو أن أطالب بأن يعني أحترم حقوق شخص لا يعني يستطيع أن يحصل على أدنى مستوى من الحياة الكريمة؟ أنا أوفر أو أنا أبني إنسان كامل متكامل، أوفر له كافة الاحتياجات، ومن ثم أستطيع أن أتحدث على الجزء الذي يريده الغرب تحديدا وهو الرأي والتعبير. الفكرة أو المنظور الجديد الذي قدمته مصر عن حقوق الإنسان أن الإنسان لديه حقوق أخرى أكثر أهمية وأكثر يعني استجابة واحترام من فكرة الحرية والتعبير. الحرية والتعبير مهمة جدا، ولكن على الأقل أقدم له ما يحتاجه بشكل يومي. يعني حين نتحدث عن المشروع التعليم وأن يكون هناك يعني تطور في المجال التعليم، أنت تتحدثين عن استراتيجية لبناء أجيال بعد 40 و50 عام صالحة لأن تعطي حرية الرأي والتعبير. فكرة أن تقارني النموذج الغربي الآن بالنموذج العربي، هذا يعني إفحام يعني خذلان لحقوق الإنسان الحقيقية. نحن نبدأ من التسوية، بالفعل قطعنا شوطا كبيرا حين عرضت الدولة المصرية استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدث الرئيس المصري اليوم عن حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية المصرية، تحدث بعد أن نفذنا منها كثير من الخطوات على أرض الواقع كحياة كريمة، كالمشروعات الثقافية، كفكرة أن يكون لكل مواطن مصري وشاب مصري يعني فرصة في الحصول على سكن راقي يسمح له ببناء أسرة يعني مصرية أصيلة قادرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى الحياة الكريمة. كل هذا هو حقوق الإنسان. فكرة أن يكون هناك مشروعات للتنمية في الداخل، اقتصاد يعني يساهم أو يعزز من استقرار الأسرة المصرية، كل هذا حقوق الإنسان، هذه الحقوق الطبيعية. وبالتالي الاستراتيجية أو ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما غفل عنه الغرب في مراحل متقدمة. ربما الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث عن مفهوم جديد على مرأى ومسمع العالم عن حقوق الإنسان، وأن مصر قادرة على بناء إنسان سليم في هذه المرحلة وبهذه الاستراتيجيات وهذه المشروعات، يمكن في المستقبل أن يعطي الرأي والفكر والعلم الصحيح لبناء بلده بعكس ما يتم استغلالهم أو تم استغلالهم سابقا. ممتاز، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية، شكرا ليكي.